محافظ صلاح الدين يستحصل موافقة وزير الكهرباء على نصب محطات إضافية ومحولات متنقلة لضمان ساعات تجهيز الطاقة للمواطنين. النفط الأبيض يثير حالة استياء شعبي في صلاح الدين لغيابه عن منافذ التوزيع الرسمية وتوفره على أرصفة السوق السوداء. أبناء المناطق المحررة يشكون سنوات انتظار المجهول بملف المعتقلين والنازحون بين ضغوط المنظمات الدولية والأغذية الفاسدة. رفع حالة الاستعداد الأمني على الحدود مع سوريا بعد رصد تحركات لمجاميع إرهابية بين صحراء حديثة ومنطقة الحضر في نينوى.